حقيقة أبابلك إيه وعي قلنتا إيه قبل كمرد جاه إيه حسبيغا معارضك إيه وضني هيا مانتا سر رسمية أشاعي سي إنا إسكاحس شي حسبيغا معارضك إيه وضني وحينا هوستا كحريق داي سببتا كدن بيسا إس عسلا دي دا إيضو أرماها سكاد لسا هذا الذي دي وحا كمدها مانتا هالكا كعدين إيه نشيق إيه بلشد الهير سومالي لان كودا إيه دبت با تاجر ياشيدا الصحاب تيدا أهانا حل دبانة دي قلها دي جانك يحس بقى معارض كاي ودني إيه أنقوليسن بعد ما بقى مدة أم برشة بدن كلها يهاي تاجر يال بدن كلها يهاي الصحاب بدن أم كلها يهاي فرنتينا جعلا إن أنكم مدعيو حس بقى ودني وأم بربر تاجنا وحن ما نتوع دينا يا إن أنحل كي كي قوين حبنتي قلها دحى يا حيل كيجي أهم ذا حباب الكا يوع يقل أنت قبل كمرود الشح يا حملة ذا يديبا عن كلا نقضي حسب جم عارض كها وضني مشكلة ذا شرتاء أنا نقول ما أنت كلفتين يعني سكع عسلو وحكلا كم ذا برب البدن بهك تاجن حسب جو وضني برب الكا تاجني وبرب الفاملي فاملي جو وحوية فاملي جو كسوة كذي مدن عبد الرحمن عرا وآه مشرحة مدحوينة يحس بقى وطني هالسبب وع إن أنا ما أنت وقت جيا غيرك وكسوة كذو وح أي كن غطي حس بقى وطني بحن كراب بيكون غطي بحن كراب وح الله يقنا تنا عيرير إدتك عنا أي الله يقنا والله وذكرنا يا دحون كراب دحون كراب كوا حويان مركو مالها إن كتر كتر كل بحب ذي ركوا قنينتو ومالها عقل كهريري سمر مرايو وحبوك ما يلو لكن مركو جدد ليه هاي وجدد سمايستو هبين ولب بقول بقى هذا صلح بحية وأيان ضرب حسب جو وطني جدد كاسة مرايد حسب جا يش عشده حسب جا عالم كنا جد دعوانا أي أيجا أي معمول أي أيجا أيان عدو أقلين أيجا دحون كراب كاتد كقنينة كوأه وحي هايستان رمه دبده وحي هايستان ماليدي هايستان ورفافنتي كحجين كيو مع ملابا ميرش أو سبيكر كا وحي هايستان حكايه وحي هايستان إن جار كاها وحي هايستان قدوميه قال حد حي وحي هايستان دمان مرايدي وكم وقال لها حسب كي الله قصو صار لها وقدم بنتي وحي كاها ده شيء الك أيكو تهنت هاي سياسة ديدو وحنا شيق دونا إن شاء الله حق دبك كشيقي معلومة هالصوص عدا هلك أن كبير دونه إن كهلا عدونا دول ما ذي ذي ذا كبلا عدونا بالله يكرين وأن كنت هاجر سنة هاي ولا شيء سمسم ديرية هذا الكاي ما نكتري إن أي حق هي كا هاي قبل كمرود الشاح إن محاي هذا دق مدة محمود هيبة محمد موجة سلح لي dad ki ay oo hoobeynaysay ayaanu kamidnahay waanu se ku diidnay maalinkan maanta aan iyadaan ku raacsanahay halkay martana waanu marayna guul iyo khayrna waanu ugu rajaynaa insha Allah bismillaahi kariim Abdulqadir Maxamed oo Xasan Star TV Hargeysa.